الذي يدور في الضفة الغربية؟ التفاصيل مع ولاء السلامين من رام الله. أحييك إذن ولاء. يبدو أن هناك أيضا انتهاكات واشتباكات وتواصل لما يقوم به جيش الاحتلال من اقتحامات لعدة بلدات في الضفة الغربية، فلك أن تحدثين عن جديد هذه التفاصيل. أهلا بكم. أبرز ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو هجوم المستوطنين على مقربة من قرية رمون واعتداء على الأهالي. هؤلاء الميليشيات للمستوطنين يذهبون إلى القرى والبلدات بطبيعة الحال كما حدث في بلاطة وحوارة وبورين وغيرها من هذه المناطق. الآن الاعتداء قرب رام الله، أي قضاء رام الله في بالقرب من رمون، كان هناك اعتداء على المستوطنين. ونتحدث أيضا عن هذه الاعتداءات في الجملة، الآن لا سيما لا توجد هناك إحصائيات محددة كم هو الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى الأهالي في هذه القرية الصغيرة. نتحدث أيضا عن الاعتقالات من الاقتحامات التي يعني كانت ما بين الحين والآخر ليلة أمس وحتى منتصف يعني منتصف الليلة وأصبح هذا اليوم. نتحدث عن 22 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وسيدة فلسطينية من القدس المحتلة تم اعتقالها ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم 7 أكتوبر ولغاية الآن 6119 فلسطيني تم اعتقالهم منذ بداية من الأقصى ولغاية الآن. الاقتحامات باتت يعني هي منهج أو تقوم بها قوات الاحتلال كنهج من هذه السياسة اليمينية المتطرفة لاعتقال الفلسطينيين ولا تسمح بسيادة فلسطينية في الضفة الغربية.